بيقول هل يجوز لشيخ طريقة أن يدعي أنه الوجه الثاني لسيدنا رسول الله؟ لا، هذا يعني زي ما يكون مكذوب، يعني بيتكلم كلام ليس كلاما علميا ولا كلام تربوي، إنما ورد عن أهل الله قضية الوارث المحمدي. والوارث المحمدي معناها أن تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تتجاوز أدبك وتقول أنا الوجه الثاني لرسول الله. وجه ثاني إيه؟ وجه ثاني ده تعبيط أصلا، وكويس إن أنت يعني مسموح لك إنك تتكلم أصلا. فكل العبط ده اسمه العبط الإيه؟ المشلت، اللي هو العبط طبقات طبقات كده. فمعلش، الصبر جميل.